عدنا إليكم من جديد مشاهدينا، فأهلا بكم. وواصلنا إلى فقرة حكاية إنسان مع ضيفنا عبد الباقي ولي محمد فال، وصيف شاعر التوحيد، بعد الفاصل. إذن عبد الباقي، مرحبا بك معنا. مرحبا بكم. السلام. سؤالنا التقليدي، من هو عبد الباقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عبد الباقي والمحمد فهد بن عبد الباقي، مواليد الربع الأخير من القرن الماضي، خريج كلية العلوم التقنيات من هون. وتوف كافيك والله جزيلا الحمد لله. وتوف من هواة الأدب الشعبي والفصيح، بغيت نقول منه شوي. إذا أنت أديب وشاعر، وش اللي كانت بدايتك مع الأدب ومع الشعر؟ بداية معاهم لا، تقريبا كنت محنكيهم مثلا، كنت زينين عندي توف وتوف بيضة فيهم وذني، وكنت لا كذا شملاك نسمع منهم شيء زين عندي وتوف يبقى منهم شيء في ذاكرتي، وتوف تميت لنا هوالي أنا حتى نقول شيء موزون. وتوف ومن ترى كان باقي في ذاكرتك أول شيء قطقته وندقنا؟ ما هو باقي فيه ولا عاد قاع باقي فيه، ما ظل اللي نقوله. نحن هذا السؤال حتى المخرج عاد حافظه، ولا نقولوا ضيف حكاية سان أدي بيقولوا يتسولوا أول شيء قالوا لي يقولكم عن ما أعرفه. طبيعي. سنتيت مع لقنا، ما زلت كم عندك ذات من سنة؟ اصلا استهواني الشعر الفصيح بما اني محيط فيه. الشعر الفصيح قد عود اكثر توفوا تميت لين اولي ما شفت فيه قبال ذاتي انا ذاك الوقت. وتوفوا ومشيت عنه شغل لغنى حق بقى. وتوف قلت اجبرت ذاتك فيه تقريبا والله بعد شيء شامل. زين، اعطينا شيء من انتاجك. حامد لك ذانا متهني، غارضك الحمد المتمني، وبالي ما فيه ليشطني، حامد جملت ما حامد لك الحمد، وحامد لك عني حامد لك عني حامد لك. مسك الحمد. زين حمد. زين، تجربتك مع شاعر التوحيد من دراش ضافت لك انت كأديب؟ ضافت لي انا ولا كشخص اني احتكيت بهل بهالمجال بصفة مباشرة، رأيت فيه زملائي ورأيت أساتذة نقاد وقوموا مقولي وخلق احتكاك مباشر بهالمجال. وتضافت لي تقريبا شي من التجربة، بدنا نقول انه ايجابي. عندي هون شي من الطالبات، والله طالب بعد لاحد الاخوة من الفخور البخاري، قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية مسائية عطرة إلى العاملين في قناة الموريتانية، وشكرا لكم على هذا الجهد والانتقائية الرائعة دائما، كما أشكر الأديب بين ظفرين الجارح عبد الباقي على هذه الحلقة الموفقة بإذن الله. وعندي طلب أو طلبين، الأول أريد حكاية طلعت من شي ما سابق شي وشي ما نعرف له شي ونقاطع زاد الشي ما عاقبه شي يسمح لي له نمشي، والثاني قطاع من دبير بينه هو والشيخ مدعينين، نبغيه يحكي لي من ذاك اللي زاقله وسيت مودي شندور طالعة من مريميدة والبو عمران. الصديق الفخور. والله قاعد طلع اللي قال هو اللي أضرى له هو، أنا ما هي لي مغرر لعاد تحاسبي لعاد خلق اللي طلع أخرى عليهم هذي غير هذي اللي للحم الرجال هو اللي أضرهم طلع له هو، أنا ما أعرفها طلع بأخرى الأخرى بعد اللي متكرانا في لقطاع عصلي منشي فيدي منشي غرش ونرجع فيه ونمشي وشدي فيه وعدي.
ولا فيك طاعم الشي ونقاطع متحدي ونقاطع زاد الشي يسمح لي من خدي ذاك هو اللي دوله معناه انه عينه ودا ذاك اي والقطاع اللي بينك انت وما العيني ايه ذاك قطاع خالق قطاع من البرقة تستركته مع الاخ الشيخ من العينين وتحية له قط قتلو طلع قتلو ساوي القطاع وفيك مولدي تجيب غناء حفول وغناك تقول زي نقول هاي قولي تقومانك غير انا الشيخ مولك تغبهاك وشانك نختار شوي نبشك عن طلعك عن قفانك ونقومها ونشبشك في غناك خرس كانك ساوي القطاع وفيك مولدي قال لي عبد الباقي ها توك تقلع عنك هذا الشوق وحكمت فنانك خوف توقف اخلاقك عن تفنانك راعي كساني هاك لوق ما هم كيف تكسانك ولسانك تمدرقو في حسانك غارض مانك وقدتو في مرقو العادل في حسانك تلو الزد حتى ما تقد تكون تواسيه هذي جد ومد لسانك زاد هد حق الله مد لسانك مد كراعك وعليه مد صاقك وزنادك مانك لعيب البدع تقول قيك ما قلت اشبه ووزانك ووزاني ما هم قاع سيق الشيخ ارتب في مكانك قال لي هو هاك تزداح اللي نجيب رايب حتى ما هو حليبك اللي عبدو ما نصيب عنا ملالك قد حانك غير صعبدو تمطيب خرص رقبة مرحانك في البدع منين السجح لغنا يبرد حمانك بك باشي فيه صيح وفات ورقد خرفانك وهذا قدو زين حتى ايوه من طراش هي اقرب لك الاغراض الشعرية واغراض الاغنى طبعا انا تقريبا ما عندي اغراض لغنة كاملة اللي نحتاج لها نقولها مدح ومديح وشكر لغنة كامل لدب خالق انتقائية عند من الناس انا ما عندي يقول انه ما يقول الغزل والله يقول لا الغزل والله ما يقول الشكر والله يقول لغنة كامل ولدب نحن هذا مستوحى يدعو من الشعر العربي الفصيح وصلنا منه جميع اغراضه الناس كانت كذلك الاوائل كانوا يقولوا جميع اغراضه ولا زدان الا مقلد كما قلدوا الاخرين كامل وعندي اللي احتجت منه نقول له حق زين ما فهم شيء معين تقريبا في الفترة العمرية أكثر تقريبا الناس فيها ياسر عندهم الغزل مثلا وتقريبا التوجيه قولوا زين داهي نمشي شوي عن لقنا ونقيسوا الشعر تعطينا نموذج من إنتاجك الشعري الشعر ما نقبال هو كبار ما هو بعض هو قبال كبار احتمال عندي شوي من القبانيات عليه ما يخسر شو تقول منوش دي حاجة اللي بين عينيك سكرتي واشتذابي وارتمائي ورقتي وانسكابي بين عينيك هائم مستهيم مدمن العب من لذيذ العذاب بين عينيك والهوى يغتشيني كيف أخفي عن بين عينيك ما بي إنني من هواه بت مصابا عظم الله أجر كل مصابي من مصاب الغرام بات مهولا مثل ما هال في الغرام مصابي سيدة ما أنت ما خاسر علي الشي معنا بأماني حاكم قبل زين من طراش ماسي عندك الساحة الأدبية الحالية شن هنا نارتك لها أنت كأديب شاب الساحة الأدبية فيها تبارك الله ثورة من فيها قدر من المغنين وفيها ملي قدر من الناس اللي مازالت على عتبة الأدب الأولى فيها ملي قدر من اللي مازالوا على مارش على تحت ما تحت العتبة وهم اللي مختلطة في هذا كامل أي هم مغلب من ترى دائما نجبر الناس هون الأدباء شاكين عن متطفلين على الغناء والشعر عنهم عدوى طبعا غذيك لا عندي منها لا مرحلة مرحلة إن قد عودوا الإقبال على موديها عن الإقبال على الأدب زاد زاد عاد الناس اللي قابل عليه ياسر لياليك عادوا فترة تقريبا فترة الابتدائية فيه أكثر من الفترات الأخرى طلابها أكثر من الفترات الأخرى وتوي غير لا مرحلة عندي منهم قد يتخطاوها ويوصلوا له بل من يوصل إن شاء الله وطينا نموذج آخر لغنى غنى عقبلي استسقاء نهاراتي نقول الخريف اللي سبقها كان هاجل اللي فيها للخلق خلق ودخل دخل من قاع فلفلاف السفسافي ريفي والحر والخلق والجدب والعطش والجفاف
والأرض نحاسة لا مساسة ويسبت خير نحاسة لا قشر لا عود ساسة قط عليها ربيع الشاف ما تصبح به وتماسك ونسيف الساف الأجراف والبوه من عاسة كواسة بين عرق تطايح ونشاف جياعة والطير شماسة شد عليهم لعطش الكتاف والحيوان مسنبي فتران في المرحان يقيل يتران ضايع عاد وعاد الحيوان يخلع به الشين والعجاف بين مغرس طايح الكان واليضلع واللي يحتاج تقاف ويشف الحيوان لو كان ينفع بالجفاف التشفاف غير تكل عليكم إن كان والفانا يا العادم لو صافي الخلق خلق يا العالي يرجاك ومرجاك رافد بيه الراس ويرجاك كيف تكان وشورك يجاك كيف تكان ومازال نحاف شورك ما يحمل وقت نجاك كونك فيه حسحايب للطافتك جبيه الجد ومكجاك الجد برحمة ما ينعاف سوقينا بسحايب رحمة رودانا سحمة ما تحمى سحمة بالخيرات وسحمة عن جد وعن جفاف جلاف ومجد مكن ومحمة وحمة من وين مقف قاف الجفاف وسحمة الشحمة مش فيه البركة بضعاف والفانا بنو مزدحمة ما فيه شر ولا تخواف الخلق. يعني هذه قلتها في بداية الخريفية والله. إيه والله بداية ساب الخريف. ساب قد جسحة. زين من ترى شنهي كان عندك هوايات أخرى غريبة على الأدباء تعود والله شيء ذاك. شنو حدة غرابك كيف مثلا تخصصك كي انت خريج قلت لي عنك من كلية العلوم تخصص البيولوجي اصلا البيولوجي والله غير كان ويتنا مترابط كامل عندك لا يترابط كامل عندي نبدا لا يتاهل ما عندك هواية الرياضة مثلا ما هوايتك نحن بداية الرياضة كان محيي منتخب وطني والضيف اللي كان هون سابق تقريبا الرياضة عندنا احنا عند لا تقريبا فترة نأخذ عليه كاملين كذب الله كاملين ما حد نفسنا هلا نملي روتيني ملي مازلنا نكذبها تقريبا باللي منين نجبروها الوقت المناسب زين له نص يقول التوجيه يقول تكايس تسود متكايس تعود في الناس وجود تسود بالجود وبالعلم والخلق تخلق تسود والصبر تسود في الكر والفر والعار منقود عن جيه تولود والخير كافيه بالقد واكثر والشر كافيه بضعاف مزود الخير بالخير والشر بالشر زين حتى زين وخارقة تايدين اخرات مزمي صنقات الله شي ذاك يا متبان خارقك النص نص قلتو تقريبا حد من المشايخ حد من الوالدين اطال الله عمره قط فيها الشيخ هي مرابطي وريث الأولين من الناس المتعدلين من الناس البراء وخير الناس التالين كاملين وأصداقها وزينها وبرها جواري العاق المحر داك كذاش وثلاثين من السنين متى الساعة ليك تندار التقرية في أيام صعاب كان الحين أيام وجه الدهر كشار وشقار صابر الدفر والجفاف خالطين وعلى شكاد فيه الصبار تصبار لاش صابر من درايات ملقيش مقعدة وقرانك مشاهد تجار مالك ما تقيم عن أيام دعرين بواه درهم والله بواه دينار وتعود قاع شعشعت ومتليت السنين وجمعتك الدور الا الناس الكبار وعايش بالفريق كان درت والشنين وغارض الحمس سنين وبوم وبوار وتلزف الخريف وديه ما تنين تبط في العزبان الدور الدرا ومالك العقا وحواوين ياسرين باباتي قاكم فتحة الليل والنهار والشياخ تهون عتب ورادك صالحين كيف تشياخ الدور الاحراء وتسبيحك خرز وقد ما ندرين حس وكرف كان سبحت كركار انت فشت من درا غدشت ذاك ركمتين امرابطي ما ليك الاخبار ما بيكم متن الصبر وليقين في المالك البر الواحد القحار وبيك متنك يصبر مع قلت تهنين على ادواحي سدهر لا خضار وصفار بيك الطبع لا قلت كريف ليدين وقلت الربي بني ولا ذيك الاطوار ومحقرانية الدنيا وتارك تشنشين مكسورة العمر المقاصر الاعمار ويوم عرفت راسك وانت فارزي من الكتب تقراها بك حال وحمار يتمادوك المحار الايام والسنين صابر على البعد والضنك والجفار طل تقرا تحت جدور تيقنين وتبات في التكرار على شعطات من نار ولانك خاسر تورد الواردين وتقبض الدلو وتجر للجرار واصبر مشي في الهم الحزين والصبار والشده ما كيفتك الصبار وبذاك نلت ذاك وعدت ذاك في الحين كان في ركابيك لقلعي الغب والتكرار والالواح والكتوب عليك متعاقبين تلاميذك مسطره حواليك تسطار والناس تتراك جايين زايرين وجايك يقرا وجايك ديار حكم الشاكل عليه رافد عليه العوين يبطل البلف الاسفار محتار الخلق عليك هيد ذوك سادرين ما في شي من علمك وذوك جايين خطار وصالح اسمك في جميع صالح اسمك في جميع الاراضين يدوروك الصرب من كل مصار وتلما تخلت من الاحياء والاثنين تشيك جو البراكن وتشيت وطار وقارن المغاربه والصحراويين وسفهم ذاك اهل افريقيا الكوار ومدار مزار لاهل الخير الصالحين والعلم والاخلاق والصلاح مدار وشمخت شمخك للدين في التبيين بشهاده الغياب وشهاده الحضار
تبين الشاكل وتلين المايلين ولا تدور عند حد من الأعباد الغيار ولا تلين للظلمة ولا السلاطين يجال بالكسر وكصال الأظهار وعدل وحلم الناس الحلوين وكايس وبشه وقل له أخبار ومد في الشح كان قلوا العطاين واسرع في الخير من طارق التعمار يا مرابط عبد الله يا خادم الدنيا واللي حويب الله تازنت الافخار وكان قلت وسوقاقة الطنقالة الصماني بعد مرابط الشكار ولا اطنبت في القلت ولا كذبت محال حد انها شهادة وخلاص مبار والفيل الغاية والمنت في الحال تدعينا بالعافية وطول الأعمار وناشتك تدعي لي بالواحد الجلال بدعواتك الصالحة فيتان الاذكار ويتان لسحار الناس تقبال وخصصني بالدعوة فيتان الأذكار اللي قربيكم لبصار بكمال وبتلاميذكم كاملين قر لبصار وصلوا والسلام على خيار الرجال ورثاك العلم خيار الأخيار صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. هذا زين حتى إن شاء الله. طيب من ترى أيهما قرأ والله قاعد تثبت عن قرب لك الأغنى من الشعر لدون قبال من التهيزين من ترى كانوا شين قال والله لا تهيدي لا تهيدي البتر كبير البتر كبير زين. طيب من ترى ذائقة الشعبية الأدبية وارش من الناس يقول عنها تراجعت وش من الناس يقول عنها العكس عن الموريتاني مازالوا يذوقوا الأغنى والشعر أكثر قاع من ذي قبل قدعود الناس الآن في شي نزل شو في ما لا يتم ولا في شي ما ينزل كذلك هي سنة الحياة حق بعد لا كيف كان ماذا تراجع شوي التذوق للقناة والشعر ماني أنا بعد ماني حاس به هذا اللي كان خالق واحد لأنه لا مازال خالق مازال خالقين جماعة يتذوقوا لغنى والشعر وقاعدين له صالونات له مازالوا ما اللي خالقين شو من خالقهم اللي ريحة حزرة جايت جايت تسمي حق بقى زين من تراش تنتقد انت وارك شنو أكثر شي تنتقدوا للساحر الأدبية حالة والله شي خصها شي قلها عندك انت زاد موقع انتقاد لا الساحة الأدبية اللي قالوا لدب تقريبا أنه مجال واسع وصعب مشي يحتواه رقاج معناه أنه متقسم في الناس كامل كل رقاج عنده منه ناحية وعنده منه قدر مثلا ماشي عليه حق بعد لذلك ما فهم حد تقريبا ما فهم حد محتوي هذا كامل بصورة احتكارية كما يرى البعض هذا بعد هو اللي شاكان أنه يلا عود الله الناس تقريبا كل حد معطي له قدرته كل حد معطي له قدره توف لا ضرارة ولا ضرارة زين طينا نموذج آخر بالشعر الفصيح الشعر الفصيح لا نبدلكم بالغنباء ما يوف ما كنت محضر منه بالي احنا ما نزقلوا حتى على ضيوفنا لا هو قال تواسل الخطاب حق يا باش تغيدي كيسي الأمور شوي وسيسي الأمور شوي تغيسي الأظهار اللاعتي لي يخليك عدو وتريسي مواتفك كتيلي وماتيلك الاختي مواتفي يا باش تغيدي كيسي الأمور شوي وسيسي الأمور شوي تغيسي الأظهار اللاعتي لي يخليك عدو وتريسي مواتفك كتيلي وماتيلك الكتيل هك بختيلي غير اختيلي ما هم ماتيلي زادوا كتيلي ما هم ماتيلي الملي نصو خريبول كنت صبرت وتيق الريم وصبرت على دقة الحزيم وصبرت اللي موجد الطميم ورضيت باك الشيانة والكي وترشاخ الدردين تستحفيك الشيانة غرانة ماني صبار وعنادت الشياني هانا يعمل مولانا كل نهار تزقل شيانة شيانة إذن من دراك لاحظتون شي من العبارات الحسانية ذيك اللي ما هو ياسر من الناس صار مزاري عرفها من ترى كان ذاك ضروري أجيب عنه يعود ما هو ضروري قاعد لغنى الله يعود الله بلغة الناس اللي المتلقي غير ما اللي كل حد ملي لغته هو معجم هو راسه كل حد قاموس كل حد قاموس اللي يقبل منه شو الناس قريب عنده الله العبارات اللي درست هو قريبة عنده قريب له مش الناس ملي صعيبة عنده لا كله هو يعني أنا بعد ما بالضرورة عنه تعود خاصية تميز كل أجيب عنه يعود لا بتوف ما هي خاصية بقبال ما يقدر غير ملي إحياء التراث ملي ما بيش يعطي الناس طبعا ما يخسر شي حد يتم يجيبش من كلمات إحياء التراث كانوا قاعد يساهم في إحياء التراث ملي وإحياءها من جديد زين نموذج آخر قول يلا الصحة والمراد وغير المصالح المقاد والشمرة والوجاه زاد حنهم يلا في دي
وهديني لطريق السداد واصلح لي الله النية واسعفني باللي كنت له نطلب وندور عربية ذاك اللي تعرف باطه ذاك اللي جاح الدخلية وكفيني باس الليل وباس وكفيني باس جناس الناس والدفرة والتلميذ الحاس بهم عدوار كحمية وحميني من باس التحساس ومراض الكبد والرية وعطيني خيرك زاد رديف ندربة فيه الدربية وغنينا عن طب التفتيف طب الدقة طب الكي. أمين أمين نحن نتور مسلمين. زين من ترى من هو أكثر الشعراء القديمين هون طبعا موريتانيين أيهم أقرب لك أنت؟ تقريبا شفت ياسر من الشعر ياسر من الغناء والشعر الزينين عندهم لي أشخاص مختلفين تقريبا قط شفت ياسر من الغناء الزين تقريبا قديم نعرفهم حد معين تعتبره بمذابة مدرسة لك لا لا أنا كل حد غناء وكل جهات موريتان الأربعة يستهواني شي من غناها تمنين نسمع شي من غناها يستهواني زيان عندي ويبقى في راسي منه شي وكذلك يد مولي نسمع منه شي مولي ولا مولي يعود عندي الله زين عيينا هون استولوا شي من دابا عن علاقة الأديب بزوان كانوا دائما يعود مفتوح فيه والله ما هي ضرورية زينة بعد فيه عود مفتوح فيه به اللي هما بينهم علاقة متينة من ناحية وإذا كان الأوزان أوزان موسيقى إيقاعات إيقاعات لحد حال الناس محنكي لين حد منها يسمع تقريبا يسمع تقريبا تافلويت لا يعرف موسيقتها مباشرة موسيقتها لا يعرف هي في بيت وكذلك حد مولي مفتوح لي يسمع رد لا يعرف هي فاش وكان عاد بينهم التلاحم من ناحية متراوعين من عند الموسيقى من عند الرنات الموسيقية وتوف وعاد ذلك بينهم هذا زي ما أنا كده تعطينا نموذج في الشعر والله مستكفي بذاك اللي قبل الشعر ما حضرت قبال منه كنت نماذج اللي كنت نكون جايبين لا عن ده كان قاني نحن صحيح نقول حكاية إنسان إحنا قاعد أنا من المفترض قبل اللي نسولك عن ياسر وخرمة هذا يقارن له هواي تكيشي ما أنا باقي تكثر بذاك ضربتين أنا نموذج وخرته من نغلة والله ولا عندي طلع من المديح الله نحكي من واحد دارتين الله يحكي لنا واحد دارك والآخر أنا ختمو بها إن شاء الله يا رسول المدحك مشتاق جاي تاري مدحك من الصاق ما تليت علي العلاق جاي إلهي نمدح بالصح لاحقتني يا رسول وحق يا رسول لحقني نمدح مول ذنب وضيق خناق ومولهم من دور يصلح ومولعطشة يوم التحلاق فاصل افتكفح لمكفح أنا قلت لأشراف رسول يا رسول بمدحك شنقول بعد جابوا حسان حفول قام يشبح فيه وغيره قام كعب لا هو معقول سذ راح زاد يشبح وتجول فيه الشعرة وتصول يا رسول مدحك غير رح ما ينزل حقك معقول يا رسول ابدي ما هو وح يا رسول عدنان المقدام يا الحاقر دنيت لوهام جيت رايت الناس في الاسقام كله لصنيم يكوح جاهلية والحل الحرام كله الحرام مبيح جبتيني حرم الأصنام دين فيه الخير مصح صح دين خوه وخلاق كرام ودير فيه الرب مربح إلى آخر صلاة والسلام إذا من ترى هذا التجديد اللي يخلق في الأغنى شنو عندك تجديد تجديد لا بأس به لين عود تجديد عيت تعد بط رصة تقول شيء فيش من التجديد والله لا خلي قارك شيء متحرك ياسر في الساحة شنو ما تقريبا الترواغ وتقريب الترواغ وهذا تبريعات ورواغ والله ما اللي شخص يكور والله شيء نوع من الغنى أنا عندي عنه فكرة لا فكرة شخصية لي أنا أن هذا حد لا يعدل مثلا لا يقعد إياك يقول أنا نقول أهم نقول طلع من الترواغ من الشخص يكور والله هم نقول رواغ تبرع الفلاني وانا من راسي شخصيا ما قد قعدت اياك نقول هام نعدل طلع عن كذاش يعني لا بد من يعود طبيعي معلمون ما هي القريحة ما هي ولية لا تقريبا يعني التامين تسمع للي تبحرش تقريبا لا حد يتوب حد لا يقول نفس النوع الأغراض لا بدل من التخطيط لا يقول أنا حالا لا يقبل التبريع الفلانية ولا الرواغ لا لو توقد عود بيا قداش وتوب
ما قد قعدت اني استحفيت لاني نقول اني انا لاهن عد الكاش عيات تتبلور فيهني فكره وترجمها عيات تجيني بتيت التام عيات تجيني ابو عمران اللي رجعتني فيه ما لا تقول لا بعد غداج مني التقصير قرعاتي عندك باطن ما شاء الله الناس قالت فيه الناس ينقال لا ينقال فيه ولا ولا الاخر اللي قالوا تفيتيت وزيت شنو عندك تفيتيت ما تفيتيت عيت نسمع منه شي زين غير انا ما قط ملي كذلك مارست ما قط رستو زين اعطينا لا مغني تقليدي يوتوب بان قلنا لك لا حق بعد اعطينا مثال اخر اي غرض تخطروا انت نحكي لكم الان نحكي لكم ولا شيء شو ما هو لي انا لمن ليش من المغنيين الموريتاني اللي غناهم زين يقول حمل دبة رحمه الله عليه يقول واجع الاخلاق الى ابعاد واد الشاريم وبرزاد واد الرشيد وبرواد رجي والواد مراجع صدر راجع كل عاد واد حيوان وناجع الراجع ساوق ما زاد حيوان كانك ناجع سرنيم ما تتقاد ما نعطي فيه مراجع وكرر بشو غير بعد الشاف الشو متواجع راجع لشو ما في حد الا تقيا مماجع يقول استاذ عبد الله السالم المعلى يقول في باغيك وفي مرضاك قمت ساعي وتفاقك فيه بنت وبيو اخلاقك ما ودثت ما هو فيه وترقاقك ما هو فيه ولا رزحت عني نسحة مشتاقك في باغيك وفي مرضاك وتفاقك وبيو اخلاقك وتفاقك ما ينقال ليش فيه وبين تفاقك وفراقك يا علال اللي بين تفاقك وفراقك زين حتى زين طيب شيء من انتاجك انت اللي قطار الاثنين من انتاجك طبعا وطالعتين ثنتين زرق حد بيهم المسوير قول لكن القاف اللي قلت بقول في الطلع قد طلعته مرة أخرى اللي فيه يلتعرف عن فصلي من زاد فيك ضعيف ولاني معتاد الجواد وداخل تعقاد حلقة من تحساس حمي يوم يتغلق بالهم ولو جاد ذنوبي تطابق في زهق لي همي الجواد واغفر ذنبي ولطف بي واعطيني خيرك زاد رديف ندرب فيه الدربية وغنينا عن طب التفتيف طب الدقة طب الكي زين من ترى كان عندك قطاعات اخرين انت حكيت انه هون قطاع قبيل و عندي قطاعات اخرين غير ما تقريبا ماني حفاظ قبالي الغنى خاصة التاجيان قريب يلقى من اللي نعرف هم هذول القطاعات اللي تم منين تجيبوهم عفويين هكذا والله تعودوا مبرمجين مخطين لهم تقريبا خالق شي من قطاعات اللي تقريبا قطاعات مثلا الهول عود مدة تقريبا في جماعات عود فهو اللي رصف واحد منها على في الشور قطاعات الشور قال قبل القطاعات اللي ياسر قاع حال الناس ما تاد مجاوة ركون على فيسبوك ولا واتساب تقريبا عودوا حد يمشي لحد طلعة انه يدور منه القطاع والله يعلمهم اللي يجابروا في وقت معين عود يتقاطعوا هو الياسر يخلق عاد الناس قاع ما تاد مجاورة حتى بها عاد مجاوبين الافتراضية الكثيرية تاك زين وعلاش ذي فلان في القطاع دائما تقول فلان رصف على فلان والله كذا ظهرها دائما تعود على شكل ظليمة والله هي هو 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 تقريبا على شيء صفة قطاع هو تقاطع لا هي تقريبا رصف عليه في لغتهم في لغة المغنين حد رصف على حد ما أنا هو المسبق فيه حق بعد رصف عليه وقال له طلعة ولا رصف عليه وقال له قاف ترى كانك تقطعاتك يا سفيك تعود تولي مرصف على رواكي شاء الله لا مرة تذكر بعد قطاع بيني وصديق ميدان الشيخ محمد هل يخدم الموضوع ترصافات اللي حاجة اللي اطريته مرات جيته بعض مرات وحاجة اللي كان تقريبا طرشي توف ورايته مديمس توف وجيت عقباك وجابرنا توف مشين مشيت قال لي عبد الباقي طفل الجماعة ما يبارى في البداعة وعطي أمس عندي الساعة وعريد ليها اللراد المجيد اشرى من عندي دراعة ومنزبي من دسين جديد وتفضلتهم شكاز الحلقة من في يوم العيد واشرى سروالك حال منقاز وويل وقزوال ولكيد قال له هو محمد في السوق عبارة يعطيه الصحة والتجار هابوه الشعار شاعر سيس معلوم رشيد والخنط يبيعه للي دار والدرها وصناديق حديد وبيته كما يغيت يغير في دماس بتحديد يتناسب وتيقوب البيت والدار والمبار والمسيد
موفا والله زين الوقت لهي تعطينا تقولنا نموذج آخر لهي انتهز الفرصة ياك تقدم المشاهدين قدر من بعد إنتاجك هذا قوي فاتو توب أخذتم بيهم بعض ما الوقت نتلى من ياسر حق لهي نختم بذيك مالي طالع على مديحية تقول القيفان وبعدها تعود هذا من قلت شي معاد من حد لي هانا هاوي ما هو ساوي الشي العاد ما هو ساوي ما هو ساوي قلال وخرا اللي نبغو واللي مقاد والعز بايد بينا في الربينة والحد زاد بينا في الربينة زين إذا الوقت عندي نوافي لهي تقول إن طالع المديحية اللي قلت نفرت لنا بها قبيل نعود نختموا بها صلى الله على حد زاد به الكون وزاد التفقاد فقد وزاد وزاد الوجات صلى الله عليهم بينا مولى الرحمة بينا وتقاد في الدين في طريق الدين تواطينا صلى الله عليهم صلي وسلم ومن اللي صليت وسلمت نولي ونصلي بعداد الفينا صلي الله عليهم صلي وسلم ومن اللي صليت وسلمت نولي ونصلي بعداد الفينا ونسلم ونتم دلي العراش اللي نلاقينا الله الأملاك صلوا في النص على حق بينا وش بالله الله الأملاك صلوا في النص يبان ما تم عاي قبال ندر عليهاش دائما المغنيين ما هم ضباطين اللي يقول لا قلت عود الناس ما تطباطقها حتى كاملها نبقى عن باراستامول عنها تمحيد تساهم فقدان الذاكرة انت الهدا حق بين الناس ما تفاطش الناس ما اللي قاع باد عليهم هم المغنيين وحدهم ما تضباط كانوا لا تعتمد مضبطة ذاك ثابت إذا لعات عندك كلمة تبقي تقدمها للمشاهدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك محيي جميع المشاهدين وشاكركم على الاستضافة الكريمة نحن أيضا شاكرينك عبد الأديب عبد الباقي والمحمد فال وصيف شاعر التوحيد شكرا جزيلا لك على تلبية دعوتنا وأنتم أيضا مشاهدينا شاكرينكم على حسن المتابعة نلتقي وإياكم في حلقة أخرى من برنامج مساء الخير فكونوا في الموعد